ما تخافش على الأهل. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. يا جماهير الأهلي اتحدوا وانتبهوا، فالقادم أصعب. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم لقاء الاثنين من ملك وكتابة، الحلقة التي تحمل الرقم 787، تأتي عشية بدء موسم كروي جديد، علشان كده لازم التحذير. التحذير مش عشان الموسم ابتدى، علشان خطة تشويه الأهلي والهجوم عليه وإزعاجه والشوشرة عليه وعلى نجومه وعلى أدائه وعلى مدربيه، يعني تشهد كثافة وتشهد دعوة صريحة مباشرة، لما تتابع تعرف النية إيه. فلازم كل ده يواجه، سواء مما يحدث إعلاميا أو على صفحات التواصل الاجتماعي، عايز اتحاد وعايز بقى نعمل حاجة كده. تعالوا نبص الحاجات دي من فوق، نشوفها كويس، بس ما نتأثرش بيها. أيوة. ونمضي قدما في الدعم والشغل والتركيز وكلامنا أولا لمسؤولينا، لاعبتنا، أعضائنا، جماهيرنا، كلنا نبقى إيد واحدة ونشتغل، ونعرف إن في ناس كتير جدا عمالة ترمي جارفر بدبابيس فاكراها إنها حرام. ده كلام مهم جدا، وأعتقد في توقيت كمان مهم، عشان كده هذه الحلقة تلك أبرز عناوينها. مقالي ومقالوا، ما لهذا تمارس الرياضة؟ والغربال حتى لا يطول غياب المفضلة. وبعضمة لسانه مكاسب التأهل والتأمل. والشموع الحمراء عن محمد شريف صبري باشا. وفي أسرار الملك القاطرة. وأخيرا مجلتنا من 40 سنة. ده محتوى حلقة النهاردة، بدايتها بنطمنكم على الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وصل اليوم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، وأيضا لحضور افتتاح بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، ثم العودة مجددا إلى باريس لاستكمال برنامجه العلاجي. يا باشمهندس، أولا عمرة مقبولة، دعواتك يا كابتن لينا وللنادي الأهلي، ويا رب يكون افتتاح وبطولة موفقة لكرة اليد بعد التغييرات اللي حصلت، ولو انها مش هتلحق تبان تأثيرها النهاردة، لكن بتقول لك ان احنا خدنا بالأسباب بشكل جيد المرة دي فعلا. يعني راجل مصنف ديفيز، ده ديفيد ديفيز كان لاعب هايل مصنف، شفنا كلنا في بطولة أوروبا بيمرن واحد من أهم أندية أوروبا. في كل الأحوال أدي احنا خدنا بالأسباب، ما يعني الباقي بقى على اللعيبة بقى الحقيقة. يعني يعني اللعيبة محتاجة أنها تكون اتعلمت حاجة، اكتسبت الخبرات، ما ينفعش نخسر في الثواني الأخيرة كل مرة. إيه التسرع ده؟ زي ما يكون عندهم حاجة بتدفعهم إلى الخطأ. يعني دي حالة نفسية ويجب دراستها نفسيا قبل ما تكون فنية. نسيب بقى كرة اليد، وبإذن الله الكابتن الخطيب يحضر الافتتاح ويرجع يستكمل علاجه، وربنا يشفيه بإذن الله ويتم يعني علاجه يرجع لنا سالما معافى. إنما كمان يعني مختار لنا إيه النهاردة في مقالي ومقالة؟ طيب نشوف ضربة البداية زي ما تعودتم دائما مع مقالي ومقاله، ما لهذا تمارس الرياضة؟ وأنا أقول لكم الحقيقة، يمكن في فكرة إن الناس تنتهز فرصة حاجة، في حدث يحصل بسرعة تبقى فيه تعليمات وتوجيهات،
كان ممكن اعرض لكم تويته انتشرت بتوجيه الحقوا ايهاب امين دلوقتي نضغط عليه نلبسه كذا حاجه، دي فرصه ذهبيه ان احنا نخلص منه، قول ان هو كان بيشير بكذا، نقول انه كان بيقصد كذا، وتحريض على اللاعب وعلى الفريق بعد بطوله السله وكانه المظهر الرائع للاهلي في الكويت ضايق الناس. هو مش ضايق الناس، هو 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 فرحه عارمه. خلي بالك اللي ما بيحبكش ما كانش متخيل أسوأ سيناريو يحصل كده، يعني يتقلب الماتش ومع بصافرة سافرة صافرة سافرة الصافرة السافرة طبعا الأهلي طبعا هتقول لي ما الأهلي لو كان بيأدي أداؤه طبعا ما كانش هيقدروا عليه، لأن حاولوا التحكيم لم يكن منصفا طول البطولة مع الأهلي. ولكن ده الحكم السعودي حكم 4 ماتشات للأهلي، ولكن الأهلي كان انبيتابل زي ما بيقولوا، غير قابل للهزيمة. لأنه كان إيهاب أمين تحديدا بيطلع يجيب 30 بونت في الماتش. فكان يجب إيقافه بأي طريقة. وأنا تحضرني إن اللقطة دي بتذكرني بحاجة تاريخية هحكيها لك عليها. لأن اللقطة اللي اتطرد فيها إيهاب أمين بدل أهي. بص بص، بدل ما يتحسب فاول له يعني بوكس في وشه أسقطه أرضا أهو بلا مبرر، يعني ما فيش احتكاك، ده راجل بيقوم أولا الكرة فاول لهم الأول يعني اللعبة أصلا اللي وقعوا بره كان مش فاول، مش ممكن فراجع خد بوكس، فرايح بيقول للحكم أنا اتضربت، ما الكرة كانت معانا. يعني ما فيش مبرر انه يروح للحكم. ما كانت معانا، كانت ممكن تنتهي بثلاثية ثنائية فاول، لكن هو رايح يقول للحكم ده انا اتضربت اديني حقي. حقه اللي هو ايه بقى؟ تكنيكال فاول ورميتين واستحواذ وممكن طرد مباشر لان طبعا ده ضرب بدون كرة. وحتى قالوا له روح اعمل تشيك للفيديو، مفيش. وانت في الوقت الحرج ده يقلب الماتش. يعني انت متخيل دقيقتين اخر دقيقتين انت هتاخد فاول سوء سلوك رميتين واستحواذ تقوم تتقلب انت عليك رميه واستحواذ يعني 7 بونت في لعبه. فوقتها انت كنت متعادل او فارق بونت للاهلي حاجه كده. فالظلم الفادح كمان انه حرمك من ابرز لاعب في البطوله، الراجل خد احسن لاعب في البطوله. دي بتفكرني بايه بقى استاذ ابراهيم؟ والعنوان ده يعني انا هاخده في الحته دي. اولا النادي هو الشعور بان كان في بص اهي بين بص بص، هل ده هل لهذا تلعب الرياضه؟ تخيل اللعيب ده اللي اتطرد بتاع النادي الاهلي، هي دي بطوله تفرح بيها؟ هي دي بطوله تقول انك كسبت الاهلي؟ هو الاهلي خسر يا جماعه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ وبعدين ده في وسيله زي الفار في الباسكت بول تروح لها. طب اللعيب لما يجي لك سائر وبيكلمك روح شوف ده انت على رميه اوت، رحت شفت وتيقنت من اللعبه. لا، في تعمد طبعا انك ما تروحش تشوف. وبعدين نبوس بعض ونفرح ان احنا كسبنا، والله كسبنا كده. بلاها مكسب بالمنظر، وما اجملها من خساره توثق لعظمه النادي الاهلي، ما تقدرش تغلبه الا بالطريقه دي. انا عايز اقول لك حاجه استاذ ابراهيم، الناس يعني كانت شايفه ان الجمهور ببلاش، لا، واقبال جماهير الاهلي 2 دينار 4 دينار 8 دينار 20 دينار وزعلوا. انا عايز اقول لهم يا جماهير الاهلي افرحوا. ليه؟ لان دي قيمتك، مفيش جمهور غيرك هتغلاله التذكره، لانه عارفين لو حد تاني ما حد مش هيروح. انت الاهلي دي قيمتك، ولتكن التذكره ب 100 دينار الجمهور هيروح. لانه طب حب للاهلي ملوش ثمن. انا انظر الى الامور احيانا، احب اشوف الجانب المشرق منها. في جوانب مشرقه، في بعض الاخوه من رجال الاعمال المصريين والكويتة لما استشعروا ان ده كتير على المصري اللي عايز يروح يصرف له 20
دينار ولا حاجة عشان يتفرج على باسكت بول، كان بيشوفه ببلاش. عشان تبقوا عارفين الدينار 63 جنيه عشان يعني فاكرينها حاجة بسيطة يعني. عاملة لها 1300 جنيه تذكرة ماتش. فأنا ده مش ماتش، ده أنت بقالك بتروح، ده كل اللي راح ده بيروح من أول يوم في البطولة، فدخل أول يوم مجانا وآخر يوم ب20. قيمة الأهلي. أنا كنت أتمنى تبقى 50. وقيمة الأهلي. شكرا لكل من ساهم في تخفيف المعاناة عن جماهيرنا، شكرا لجماهيرنا العظيمة اللي بتوري العالم كله يعني إيه أهلي، وإيه الرقي، وإيه التشجيع الجميل ده. شكرا لفريق كرة السلة في النادي الأهلي وقيادته. خسرتم مش بفعل، بفاعل اتربينا على إن مصر كان لديها فريق عالمي، الجيل بتاع صلاح منتصر. صلاح منتصر كان ينظر إليه إنه حسين حجازي بتاع الباسكت، وإنه لعيب فذ. وقيل إن في السيمي فاينل على بطولة العالم الماتش بيننا وبين مين؟ أيوه أمريكا. ما تلمعش عينيك قوي كده. مصر وأمريكا بتلعب سيمي فاينل بطولة العالم، ومصر متقدمة وعفريت في الملعب عملاق اسمه صلاح منتصر. فقيل يعني الروايه دي اتربينا واحنا بنسمعها، ان الفريق الامريكاني في الدقائق الاخيره لم يجد اي طريقه لايقاف خطورته، انه خد بوكس صريح في وشه عشان يخرج مصاب وما كملش المباراه. وتكسب الولايات المتحده مكسب اشرف منه الهزيمه. هكذا يعني احيانا عندما تعيك الحيل وتخسر بالطريقه دي، والله ما تزعل، انت تفرح لان تعرف ان دي قيمتك. طب ما نشوف قيمه رئيس البعثه. معانا استاذ طارق قنديل، عضو مجلس اداره النادي ورئيس بعثه الاهلي في البطوله العربيه للسله. الحمد لله على السلامه يا استاذ طارق. الله يسلمك يا استاذ ابراهيم، حياتي ليك والمهندس عادل. الحمد لله على السلامه يا ريس. الله يسلمك. المهندس عادل بيتكلم في اخر الكلام على انه دي كانت قيمه التذكره بالنسبه للاهلي، انها ترتفع ل 20 دينار، ومع هذا كان في حضور كبير. يا ريت تقول لنا المشهد ده تفاصيله كانت ايه. والله بص حضرتك، يعني موضوع التذاكر دي مهزله بكل المقاييس يعني. يعني كانت حاجه سخيفه قوي يعني، المفروض دوله الكويت الشقيقه اعلى من الكلام ده، والنادي الاهلي اعلى من ان هو يتعامل معاه كده. وللاسف حتى الاخوه الكويتيين صراحه كانوا بيقولوا ان دي مقصوده عشان الجمهور الاهلاوي ما يحضرش. يعني يعني زي ما فوجئنا اول الماتشين ما فيش خالص تذاكر مجاني. الماتش اللي بعده اول ما بداوا يلاقوا جمهور كتير بيحضر خلوها ب2.5 دينار. الماتش اللي بعده ونقلل خلوها 4 دينار. اللي بعده 8. الماتش الاخير فوجئنا حاجه طبعا يعني ما بتحدثش اطلاقا، هو ب 20 دينار يعني. امتى يا دكتور، يا دكتور افرح، هم يقدروا يعملوا تذكره ب 20 دينار غير عشان الاهلي موجود وجماهيره موجوده؟ يعني ما هقول لحضرتك لا 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 والله كويس، كويس. لكن خلينا في الجانب الايجابي، ان حضرتك وجهت الشكر لمجموعه من رجال الاعمال الكويتيين والمصريين اللي تعاطفوا مع الجمهور وحاولوا يساعدوه وقدموا تذاكر بالمئات. الماتش اللي قبل الاخير للامانه كان سيد حازم الغانم اللي هو رئيس نادي الكويت كان موجود في مصر، فكان متواصل معايا في التليفون، فقال لي هو اللجنه المنظمه وعبر عن اتفاقه. وفوجئت بعدها على طول لقيت ان هو يعني كان اشترى 100 تذكره، يعني قال ده للجمهور الاهلاوي. الماتش كان في نفس اليوم الاستاذ عزت لبيب للامانه، ده عزت ده ماله المصري الجميل. عزت اشترى 100 تذكره الماتش اللي قبل النهائي، واشترى 50 في النهائي. وكان بقى المفاجاه الاستاذ عمرو هندي، نائب عمرو هندي، ويعني هو نائب المصريين في الخارج على حد مستوى الوطن. حاجه الراجل المحترم قوي قوي، او حاجه جميله
اهلاوي جامد يعني. فيوم اللي هو اليوم التذكره مفروضين ب 20 دينار، وده كان يوم الماتش، لان هم برضه الفتره اللي كانوا بيفتحوا فيها الاونلاين على التذاكر كانت تبقى قبل الماتش بفتره كبيره يعني. فوقتها على طول يعني قعد تيم كبير ويعني ودفع جزء كبير جدا من تذاكر المباراه للامانه يعني. اتوزعت بقى بحصص متساويه على اللي عايز يشتري. ده يا فندم احنا كنا عاملين ورشه عمل يومها يعني. لا ما انا كمان قدام الاستاد يعني اتفقنا ان الجمهور الاهلاوي يكون موجود، وكان في الاستاذ عمرو فريد، استاذ عمرو فريد ابو جنبون اللي هو ابو جنبون المصري المقيم اللي هو ماسك الرابطه هناك في الكويت، عمل مجهود خرافي هو والاخوه المصريين الاهلاويه اللي معاه، كان بيقف قدام الاستاد والكلام ده كنا يعني كنت انا واقف اشرف عليه عشان. طيب خلينا بقى خلينا في الايجابيات والنبي، انا شاعر ان احنا كسبنا البطوله دي وده حقنا، احنا ما خسرناش. احنا خسرنا مش بفعل فاعل، لان بفعل فاعلين لما لاعب يضرب لاعب بالبوكس وتيجي بالضربه واضحه بالشكل ده والحكم حتى ما يكبدش نفسه ويطرد اهم لاعب عندنا بدل ما يبقى الفاول لينا ولا رجع للفار يعني هو هو عايز يعملها كده يعني في كره قبلها او ترجع للفار يعني هو انا بس عايز اتوثق منك في حاجه. احنا النادي الاهلي على فكره يا باشمهندس وحضرتك اعلم مني بكده، طبعا اي قصور لينا فني في المباراه طبعا المدير الفني واللعيبه طبعا بياخدوا منها يعني بعد كده، هي دي بتفيدهم في اي تقصير حصل يعني خلال المباراه. لكن ده الجانب بتاعنا، واللعيبه كانوا رجاله خلال البطوله، لكن طبيعي رياضه في اثناء المباراه يحدث حاجات يعني. لا دي مش رياضه، ما علينا بس انا بس بعيد عن الجانب ده، الجانب ده بتاعنا احنا كده، انما ما يتقالش اصل الفرقه كانت معديه 13 بونت ده بتاعنا احنا. انما يا طارق طارق بيه طارق بيه طارق بيه الحكم يبقى فيه ما يبقاش كده يعني. هو انت ال 13 بونت راحوا ازاي؟ ما راحوا بالطريقه دي. بص الزاويه العكسيه، الزاويه العكسيه لو بتتفرج علينا الزاويه العكسيه الحقيقه كاشفه جدا يعني. ثلاثه ورا بعض، ثلاثات ورا بعض يعني. طيب ما علينا، بس خلينا انا عايز اخدك في السكه الحلوه بقى يا اخي. اصل انا حاسس ان احنا كسبنا، ولازم جمهور الاهلي يفهم ان فرقته دي احسن فرقه في المنطقه. طبعا حاجه تشرف. ما هو انت بتلعب، احنا العنوان ما لهذا تلعب الرياضه يا كابتن يا استاذ طارق، لكن ان تكتسب الجداره والاحترام لهذا تلعب الرياضه. انت خسرت البطوله والناس شافت خسرتها ازاي، ولكنك كسبت الجداره والاحترام، ولاعبك ايهاب امين خد افضل لاعب في البطوله لانه يستحقها بكل، ولو لم يكن يستحقها لكان هناك وقفه معه، ولكن الناس شعرت حجم الظلم اللي تعرض له النادي الاهلي واللاعب، فعشان كده التمسك. وعلى فكره مهندس عدلي بقيم النادي الاهلي واسلوبه، احنا يعني بحكم المسؤول على البعثه حافظت على الاتزان ده جوه الملعب يعني اثناء المراسم والكلام ده. احنا النادي الاهلي الحمد لله يعني بطوله خلصت حتى خسرتها ظلم، انما اثناء المراسم كلها حضرناها. كان في انضباط طبعا، كان في انضباط طبعا من كل النواحي، وروح دخلتهم وطلعوا على الجمهور وحيوهم وشكروهم. جمهور الاهلاوي يعني ليس له حل، الاهلاويه في الكويت للامانه عملوا حاله جامده جدا. بمناسبه كلمه الحاله دي، بالنسبه لكلمه الحاله، قول لي الحاله اللي عملها الفرقه في الشارع الكويتي وفي اوساط ودائره كره السله العربيه، رد الفعل بتاع الناس عن فرقه النادي الاهلي، وهل صحيح عشان تجاوب مره واحده ان حصل اعتذار من الحكم لاي حد؟ لا اعتذار للحكم دي انا ما اعرفهاش. هو قالها ايهاب امين يعني، احنا هنسمعها على لسان ايهاب امين نفسه، لان واضح انه قابله في المطار. لو ايهاب قال ده حصل يبقى اكيد حصل. انما اللي جوه وبعد الماتش من اخوه كويتيين كتير كانوا بيعتذروا له، فحصل يعني. يعني هو ده اللي يهمنا، ان يشعروا انك انت ما يعني انت ما خسرتش يا فندم. ده عندهم الصحف تاني يوم والمواقع على طول، ده اشتغلوا بعد الماتش هم نفسهم طلعوا الصوره، وحتى في عنوان يعني. ده ما احكي لي بقى ده بالرياضه يعني. احكي لنا بقى على الاعلام وتعامله معاهم هناك كان ازاي؟ لا الاعلام كله كان مشغول بالحاله اللي كان عاملها الجمهور الاهلاوي للامان بطريقه مبهره.
وزي ما حضرتك دي لازم يبنى عليها، لان بصراحه اللي بيحصل من المصريين بره اللي شفناه في قطر واللي في الكويت واللي بيبقى موجود في الامارات واللي اكيد دلوقتي في السعوديه في فريق الاياد، لا الجمهور الاهلاوي يعني بيتعطش والله. اول ما رجعت يعني من ضمن الرسائل يعني حد بعت لي احلى 15 يوم قضيناهم في حياتنا في الغربه، يعني ناس جميله بشكل غير طبيعي. كان تاجر السعاده هناك بيمارس هوايته في اسعاد جماهير الاهلي. لكن طيب انت بتقول لي نقطه مهمه جدا، ان تناول الاعلام الكويتي حتى تحدث عن ان النادي الاهلي اتظلم في اللعبه دي وكان يستحق كذا وكذا وكذا. يعني هل ذكر هذا الامر بوضوح يعني؟ كان واضح جدا معايا، سالت يعني كان معانا الدكتور مجدي فيخه فنائب رئيس الاتحاد العربي، هو ورئيس اتحاد كره السله بتاعنا في مصر. ايوه. ف يعني هو نفسه قال لي انا اتكلمت معاهم والناس مستاءه، يعني المنظر نفسه ما كانش لذيذ. اصل مش حاجه متداريه يعني، يعني حاجه كله شافه وعن عديم خلال الماتش يعني. وبعدين اللعبه هي اللي خسرتك، اللعبه دي قلبت الماتش. يا فندم في حد من الكويتيين الاخوه الكويتيين وناس محترمه جدا واحنا قاعدين في المقصوره قعدوا يندهوا يصرخوا على الحكم ان ارجع للفار، ما ينفعش. لا طبعا كان ما كانتش لذيذه، لكن في كل الاحوال الحمد لله فريق مشرف وحاجه تفرح بكل افراد اللي كانوا موجودين وجهاز فني واداري، ناس ممتازه. طب احنا هنسجل موقفنا ده للاتحاد العربي يا استاذ طارق؟ يعني هيحصل عندنا مجلس اداره ان شاء الله، هنشوف بقى الحته دي برضه يعني كتسجيل موقف. وشفويا انا قلته يعني اتكلمت مع الناس يعني واحنا موجودين، لكن ده طب يهمني جدا كمان يا طارق بيه ان انا اشوف كيف تلقى لاعبو الاهلي هذا الامر، يعني استفادوا منه في ايه؟ يعني هل اتناقشوا وتعاهدوا على حاجه في اللي جاي اعتبروها كبوه لن يعني لا يجب ان تتكرر؟ عايز اعرف تاثيرها عليهم ايه وعلى اجوستي وعلى الجهاز يعني. لا تاثير عليهم هو طبعا يعني هم بلا جدال متضايقين من الظلم التحكيمي، وفي نفس الوقت مدركين لاي حاجات هم سلبيات يتلافوها. دي كانت على فكره جدا في مناقشتهم مع بعض. ده كان كلام اوجست بوش الحقيقه، كان رائع جدا. قال لك احنا التحكيم ظلمنا، البطوله انتزعت مننا، لكن احنا وقعنا في اخطاء ما كانش صح تحصل مننا. طبعا يعني والحمد لله، ودي اهم حاجه يعني. السبيل الوحيد للاهلي في كل الالعاب ان يفوز بتفوق حتى لا ياتي عشان يعجز الحكم يعني، عشان بالزبط. مش عشان يعجز الحكم انه يقدر يعمل حاجه بالظبط. ده في كل حاجه انا بيضيق الفارق بتديله فرصه انه الماتش اما يبقى ضيق تدخل. بالظبط كده. يعني مطلوب منك كده للامان، خلاص ادام بتلعب في اجواء كده في العاب كتيره خلاص يعني. يبقى مطلوب مننا ربنا يعين فرقنا كلها على كده، ان يبقى تفوق كاسح يعجز بالزبط. المنافس ومن وتوابعه. طيب بالظبط. يعني انت راجع بقى عايز ترتاح مؤكد، مش هنثقل عليك اكتر من كده. ولكن هنلتقي عشان ايوه تقول لنا شويه اسرار كده بيني وبين انا وانت ابراهيم على جنب كده. طبعا مش اسرار بس خد بالك. عشان ياخد بالفيديو اللي عندك. لا 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 خالص، هعمله باك اب وكل حاجه واي كلاود. نلتقي ان شاء الله. الحمد لله على السلامه يا استاذ. ربنا يخليك ودايما بنستمتع بيك وباشمهندس. شاكرين يا حبيبي. شكرا جزيلا على السلامه للاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي اللي ترأس بعثه الفريق لكره السله بالكويت. وكنا بنتكلم على كلام ايهاب امين. يمكن امبارح الزميل هيثم السعيد في برنامجه نقل على الكابتن الجرحي انه الجهاز الاداري قال ان احنا الحكم السعودي اللي ادار هذه المباراه قابلهم في المطار واعتذر عن اللي حصل وقال دي لقطه انا للاسف ما شفتهاش. لكن ايهاب امين نفسه راجل الواقعه تحدث مع الزميل هاني حتحوت عن اللي حصل، نسمعه. قابلت الحكم فعلا في المطار وانتوا راجعين القاهره؟
هو يعني احنا كنا قاعدين انا واثنين لعيبه تانيين في اللاونج فوق في المطار، وبعدين لقيته داخل عليا قاعد لوحدي وقتها وبس، وقال لي يعني ان هو عارف ان احنا الفريق الاهلي هنا، وكان بيدور عليا عشان عايز يعتذر لي رسمي وفيس تو فيس قبل ما يرجع بلده وبس. وبالفعل اعتذر وقال لي ان هو يعني اتفرج على الماتش وغلطان وبيعتذر يعني اعتذار ان هو مش قصده طبعا، ولا مفيش اي حاجه موجهه يعني غلطه منه وبس. وطبعا انا يعني قلت له وجهه نظري ان الغلطات زي ما قلت لك في الاول ممكن تبقى صفاره تقييميه، فاول، مارشيه، حاجات دي، لكن انت تطرد لعيب وفاول دقيقتين وهو اصلا المفروض هو اللي ليه تنشن الفاول واللعيب التاني هو اللي يطرد، ومن غير ما يعني ما يشوفها، هو قال ان هو ما شافهاش حتى، هو اتسرع. قلت له قرار زي ده على الاقل تشوفه او ترجع للاي ار اس البار ده، يعني ده تعب الفرقه كلها، احنا بنتمرن البطوله دي بقالنا كتير قوي اي قوي 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 يعني، ومركزين فيها كويس وقافلين على نفسنا بقالنا كتير، والجمهور مش في الكويت بس، ورانا في مصر والمدربين وناس يعني كل الفرق يعني كل الفرقه مركزه، عشان بدايه الموسم دايما بتبقى مهمه جدا، وبطوله زي دي ساعدتنا الموسم اللي فات كتير. صح فصفاره زي دي زعلت ناس كتير قوي ايوه قوي قوي قوي، مفهوم. فكنت عايز بس يعني افهمه مدى صفاره او مدى قرار هو اخده حجمه قد ايه، ايوه ايا صح كان بقى هو نيته، ما حدش هيعرف جوه نيته ايه، اللي هو نيته جواه ايه، ده فعلا هو اخطا اتسرع ولا حاجه تانية، بس مفهوم كان هو لازم يفهم احنا برضو يعني مدى الحزن اللي احنا كنا فيه. مفهوم كمان ده وضح لي نقطة، ده هو ما ادالوش الفاول تكنيكال فاول وخرج خمسة فاول لأنه احتاج، ده إيهاب ما عملش حاجة، ده هو اللي قال له أنت بتمثل. بص ده بيمثل، اتفضل. مش ممكن يا جماعة كده تخسر بطولة. ها وقال له صفارتك دي، فإيهاب اصل ايهاب انسان مؤدب الى اقصى درجه، انسان مهذب جدا ومتربي جدا جدا جدا، بطل يعني. أي. فاللي يخليه ينفعل الى هذا المستوى انه حاسس فرقته هتضيع، طب اجري شوف، طب يعني حاجه الحقيقه تجنن اي حد. وانا مش فاهم احنا بدل اعلامنا ما يقف امام هذه اللقطه ويحللها ويشوف حجم الظلم الذي حاق بفريق مصري بطل عملاق زي النادي الاهلي، وازاي يتظلم في لعبه زي دي كده، عايز ياخدنا في سلبيات. الحقيقه هو ده الظلم بقى، لا تقول لي الصفاره بتاعت، هو ده الظلم. انك تبقى متربص وجايب لعيب عايز تستجوبه وتظهر خطأه، وهنا بتبان ساعات النوايا اللي احنا نقعد نشيد بالمهنيه، لكن ساعه الجد بتهرب. طيب المهندس عدلي أشار في البداية إلى أنه مع بداية الموسم الرياضي الجديد هو بيتمنى وإحنا بنتمنى أنك أنت تفضل باصص للأمور من عشان فوق، الحاجات دي بص يعني تترفع عن كل ده وتكون أقوى مما يريد لك الآخرون. يعني بص المقصود إيه؟ التكدس وإرهاب إيهاب أمين وتأثير عليه، ويمكن كمان بعد شوية نسمع مطالبة من الاتحاد المصري ياخد عقوبات ضده، يعني تحريض بفجر ما بيحدش بيبص. انت تحضرني فاكر الواقعه بتاعت وانا لعيب بحترمه جدا 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 عبد الحليم علي في ماتش الاهلي اللي خسره، لما راح لجمهور عمل نفس التصرف ده، ما انتش عارف اللعيب جواه ايه ساعتها، غلط جدا هذا طبعا. الكلام، بس كمان الكابتن عبد الحليم ما خدش بوكس في دماغه، واتحسب عليه ضربه جزاء، ما حصلتش. ايهاب خد بوكس في دماغه واتحسب على الاهلي ضربه جزاء وطرد. أيوة. يعني كمية، بدل ما يبقى ضربة الجزاء لينا والطرد ليهم اتعكست طبعا، وخسرت سنجل يعني نقطة أو بونت واحد. فريقنا بطل وهو البطل في نظرنا، مش مكابرة، لأنه ما حدث، وما أعتقدش إن الفرحة كانت للفائز من جوه قلبه يعني. ده كلام مهم في ختام هذه الفقرة وختام هذه البطولة وعودة البعثة، اللي نأمل أنه زي ما المدير الفني أوجست بوش قال كان عندنا أخطاء تسببت أن المنافس يقرب مننا ويهدد النتيجة لآخر وقت، احنا كنا ليد في فترة طويلة بعدد كافي من النقاط، الدرس الحقيقي أن أنا أكون أقوى مما يراد له.
اقوى من ان اي حد ياثر عليا في قرار، وده درس في كره القدم على فكره مع بدايه الموسم. ده هي كده الدوري راح منك سنتين لانك لم تكن اقوى من بالزبط. ترصد الحكام. لما يبقى في ترصد من الحكام ولما يبقى في ظلم حاصل يزيد منه ان انت كمان تفرط في حقك الفني. ومتغطي ببراعه بتغطيه اعلاميه. طبعا. فمع كل الظروف دي المفروض تستنفر فيك شخصيه الاهلي ان انت تكون اقوى مما يريد لك. تحاول ما تغلطش، تحاول ما تغلطش. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. رجعنا لكم. واذا كان الاستاذ ابراهيم هو مرجعيتي في اللغه العربيه والمصحح بتاعي واستاذي على الهواء، العفو العفو، هناك استاذ خفي خلف الكاميرات في البيوت بيصحح لي بعض الهنات اللي بقولها. صديقي العزيز والاهلاوي الكبير الحاج تيسير الهواري بيكلمني ساعات كده في البريك وقال لي انت قلت صلاح منتصر هو اسمه حسين منتصر، وده حقيقي طبعا. صلاح منتصر ده الكاتب الكبير رحمه الله عليه، يعني اللي فقدناه من اشهر قليله. لكن الحقيقه ان حسين منتصر ده كان كابتن مصر وكان عملاق كره السله، فتصحيح واجب. ومشكرين يا حاج تيسير. عايز اقول لحضراتكم انه جايزه الكره الذهبيه في فرنسا بتتواصل، ليفاندوفسكي بيفوز بجائزة أفضل مهاجم، جافي لاعب برشلونة أفضل لاعب صاعد، ساديو ماني اللاعب السنغالي المحترم بيفوز بجائزة سقراط، ودي أول مرة بتمنح للأعمال الخيرية، إليكسيا بونياس أفضل لاعبة للمرة الثانية على التوالي، نجمنا العالمي الكبير محمد صلاح في المركز الخامس، لكن ما تستغربوش لما صلاح يبقى الخامس لأنه هالاند العاشر وكريستيانو رونالدو الثاني أكتر واحد فاز بهذه الجائزة. ميسي عنده 7 ألقاب فيها، رونالدو عنده 5 ألقاب فيها، لكن المرة دي رونالدو في المركز الـ20 وميسي وكورتوا حارس ريال مدريد أفضل حارس. طب ميسي ترتيبه لإيه؟ لا ميسي بره الـ20. آه طيب، عندما يحتفظ بره القايمة خالص، عندما يحتفظ صلاح بترتيبه ضمن افضل 5 لاعبين برغم الصعوبات بكل اللي حصل الصعوبات اللي فات فيها في الموسم الماضي مع المنتخب كمان. ما هي المنتخب هو المنتخب اللي يعني تجربته مع المنتخب هي اللي عطلته شويه. لا ده انجاز علينا ان نفخر به، لان دي حاجات كلها ما بتتكررش على مدى التاريخ كثيرا يعني. واحد بيحتفظ بمكانه في افضل 5 لعيبه 4 سنين لحد دلوقتي ولا اكتر يمكن. ده كان مهم جدا وهنتابعه مع حضراتكم لغايه لما كريم بنزيما ياخد الجائزه، لانه واضح جدا انه ضامن الفوز بيها عن جداره واستحقاق. هو الحقيقه من السنه اللي فاتت كريم كان الناس شايفه انه اتظلم. واضح جدا انه هو الاقرب والاقدر في الفوز بيها، لكن هنشوف كلام كتير في الغربال. انتهى عادي البقى. حتى لا يطول غياب المفضلة. غربال ولا غربال؟ فيها يعني فيها خلاف بين فقهاء اللغة. في بعض القواميس اللغوية عاملاها بالضمة وفي بعض القواميس بالكسرة. الاثنين صح. لكن عايز أقول لحضراتكم حتى لا يطول غياب هذه المفضلة. بكرة تبدأ بطولة الدوري الممتاز. البطولة المفضلة تاريخيا. طب انا عايز انا بقى كبرت في دماغي. طب خلينا انا معلش. الغربال شايفها منطقية أكتر انها تبدو غريبة. الغربال الذي يغربل. فهو غربال. يعني طيب خلينا نغربل المسألة. علشان ما تطولش البطولة، لأنه ما فيش بطولة مرتبطة ببطل قد ما بطولة الدوري الكروي مرتبطة بالنادي الأهلي. مفيش بطولة في العالم الفرق بين البطل والوصيف اللي هو التاني له 3 أمثاله إلا الدوري المصري والنادي الأهلي. النادي الأهلي 42 لقب، المنافس المباشر أو اللي يليه على طول نادي الزمالك 14 لقب. فأنت بتتكلم في 3 أمثاله، ده مش موجود، وده يبين قيمة العلاقة اللي بين الأهلي والدوري. البطولة المفضلة بجد الأهلي بالنسبة له الموسم بطولة الدوري، وبعد كده نتكلم. فإنه الدوري يغيب سنتين. والله أنا محتار. الدوري يغيب نروح سنتين. نروح أفريقيا تقولوا لنا البطولة المفضلة. لا أفريقيا المحببة. بقت المحببة عند جمهور الأهلي.
لكن الدوري المفضل تاريخيا. ليه؟ لانه اولا البطوله بطبيعتها بطوله النفس الطويل، فهي بتختبر مدى قدراتك الحقيقيه على المنافسه والاحتفاظ بقوتك اطول فتره في السيزون. فانت يكون عندك هذا الاعتبار القوي طوال موسم كامل، هي دي الجداره. عشان كده ال 42 لقب اللي الاهلي خدهم في البطوله، بالمناسبه 92% من القاب الاهلي في بطوله الدوري اخذهم وعلى راس الحكم في اتحاد الكره قيادات زملكاويه. هو كانه النسبه بترد على الناس اللي بتشكك في البطوله. يبقى رئيس نادي الزمالك هو رئيس اتحاد الكوره، يبقى غلات الزملكاويه زي المشير عامر وغيره، والاهلي ياخد الدوري وهكذا. بس الاهلي لما يبقى قوي محدش يعرف يشده. بالظبط 92% من القاب الاهلي في الدوري كان بيدير الكره في مصر قيادات زملكاويه. هي هنا نقطه الجداره والاستحقاق بالنسبه للاهلي. البطوله غابت سنتين، يحصل ايه علشان ما تطولش غيابها؟ يحصل اللي احنا بنقوله ده. ما تتوقعش عداله تحكيميه فجاه. مش هيعبث التحكيم معاك او اي عنصر تاني يعني. الاعلام معاك الا اذا كنت انت في حاله تنافس. طول ما انت متفوق الاشاده بتجيلك. وتذكر يا استاذ ابراهيم السنه اللي فاتت لما الاهلي كان بادي الموسم، ايوه كان الاشاده عامله ازاي؟ اربعات وثلاثات، وكان كل اللوم متصدر للمنافس. انت مشيت كويس لغايه الاسبوع ال 15 تقريبا. مشيت كويس لحد ما رجعت من كاس العالم للانديه. انت اول هزيمه ليك في الاسبوع ال 15 اعتقد يعني. فانت ما كنت ماشي، لكن ليه؟ الاصابات والارهاق راح صيدك بقى مين؟ السفاره السفيره. من فار، مش عارف من ايه. دعونا نتحسب ان ده ممكن يتكرر. نامل الا يتكرر، نامل. لكن هو انت لما تشوف مسؤول يطلع يهاجم كلاتنبرج، ده عايز اصلاح للتحكيم ولا طبعا خايف لا يحصل اصلاح للتحكيم؟ لا طبعا خايف لا يحصل اصلاح. انت بتتكلم على ثروت سويلة مسؤول عضو الرابطه، خايف يحصل اصلاح طبعا. ولما تشوف مسؤول سابق كان مسؤولا عن التحكيم يكرس كل مجهوده في انه يعرف. كابتن عصام عبد الفتاح والكابتن جمال غندور، ما لا يمكن كابتن جمال مش واضحه قوي. لان الكابتن جمال بيتكلم على مبدا ما احنا كويسين وكنا نقدر نعمل و و و. لكن اللي مضايقني ان انت كنت في ايدك تصلح، ما صلحتش، زعلان ليه؟ سيب الفرصه لغيرك. هو انت لو كنت ما دافعتش على الغلط، على فكره لما كانش دافع عن الغلط، بس مش عارف يصلح بس ما دافعش عن الغلط وتقنن الخطا، لا ده كتير. فارجو ان كلاتنبرج يقدر يكمل ويكمل بطريقته دي. الاسبوع الاولاني حتى في ديبيت على موضوع كابتن ابراهيم نور الدين هيحكم الاهلي واسماعيلي ولا في مشكله، ولا في كلام كتير يعني. هنشوف ايه اللي بيحصل. لكن احنا على الاقل يا جماعه لما نطلع بره ما نرجعش كل مره بمشكله. كل مره في المنطقه دي بالذات يحصل مشكله من حكم مصري، وبالصدفه يطلع الحكم مصري هو اللي خد القرار المؤثر. ما يا جماعه مش كده، ما هم دي مش صدف، دي سمعه في الاخر. انت في القاره بيدفعها بقى الفرق المصريه والمنتخبات، اما بتروح انت بقى تلعب برضه في اللي اتظلموا بيبقوا مدايين منك. احنا ليه مش فاهمين ان هنحاسب؟ لان ده اكل عيش ناس كتير. أيوة. العداله من الصافره سعاده ناس كتير واكل عيش ناس كتير، ومش مرتبطه انك انت بتسافر وتروح انت تنام. ناس كتير ملايين ما بيناموش. طيب انت السنه اللي فاتت او الموسمين اللي فاتوا، لانه تقريبا تكرروا بنفس الطريقه، اخطاء تحكيميه مؤثره جدا، اخطاء فنيه من لاعبتنا، اخطاء تقديريه من المدربين في قياده الفريق بالذات في المراحل المضغوطه، كل ده ادى ان انت تفقد نقاط في فترات كتيره جدا، افقدتك البطوله بغرابه في المرتين. السنه دي الجديد لجنة حكام جديدة أو رئيس لجنة حكام، لأن الحقيقة لغاية دلوقتي لا شكل لجنة ولا عمل حاجة خالص.
كلاتنبرج معظم الوقت بيسافر اليونان. الدوري هيبدا بكره والراجل مش موجود في مصر. والاتحاد انا مش عارف، انتوا عملتوا تجربه كويسه وجبتوا خبير انجليزي، لازم يلتزم بمواعيد العمل على الاقل في بدايه موسم زي كده. لكن هو متجوز اتنين، متجوز الكره المصريه والكره اليونانيه، فعنده عقد مع اليونان، ولما تعاقدوا معاه كانوا عارفين ان عنده عقد في اليونان، قال لك مفيش مشكله هو الراجل هيقدر يوفق. على الاقل هو معتمد على ايه بقى؟ الفيديو كونفرنس بقى. حتى دلوقتي استشعار عن بعد. وقالوا ان هو الاقامه الاساسيه بتاعته في مصر، وهيشتغل مع اليونانيين بالفيديو كونفرنس. اتضح انه لا، ده هو الراجل معظم وقته هناك. الاخطر من كده انه ما شكلش لجنه تدير، فبالتالي العناصر اللي قاعده منتظره له الفشل عشان تفشل التجربه عناصر كتيره. هو المشاكل هتيجي في الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه، هتعمل له مشاكل. انت بتقول الاخطر من كده، ده ممكن الاخطر من كده انه يشكل لجنه. هو الراجل مش عارف يعتمد على مين، لما يطلع يلاقي مسؤول بيهاجمه. طب والنبي ده يشتغل ازاي؟ يشتغل ازاي يا استاذ ابراهيم؟ لا لا، من حقه يقول لاتحاد الكوره. يعني على فكره كلاتنبرج مهتم جدا بالاعلام، لما يقرا ويسمع انه في عضو ده ثروت سلم يا جماعه، مندوب اتحاد الكوره في رابطه الانديه. انت بتبص لها انه يعني ما هو مؤكد قال. انا مش بتكلم في كده، لكن انت مستشعر ايه؟ انت جاي تشتغل وانت مستشعر ان في ناس مسؤول عايزة تفشل. هو ده الخطوره. فنتمنى، دعنا مش عايزين الناس نستبق الاحداث. انا مش هديك فرصه تصلح لي. فنستبق الاحداث. ايوه، ونشوف ايه اللي هيحصل. لكن انت بقى، نرجع للسؤال المهم جدا، نعمل ايه عشان ما نكررش اخطائنا؟ احنا في ظروف افضل. احنا ضحينا الموسم اللي فات حتى بالمركز الثاني عشان نريح لعبتنا. يعني ما حطناش في اعتبارنا نطلع الثاني الثالث، احنا خلاص القرار بتاع انك كنت هتلعب في افريقيا اتحسم. فبقى بقتش فارقه، عشان يقول لك انت الثالث. لا، انا لو عايز ابقى الثاني واضيق الخناقه على الاول كنت هكمل لاخر موسم، لاخر مباراه. لكن كان واضح ان محاوله بلا جدوى. فريحنا اللعيبه، خرجنا بمكسب. واضح من المؤشرات الاولانيه دي كانت خطوه موفقه. اثنين، عرفنا نعالج صح اللعيبه، خدت وقتها، مش متسرعين. عنصر جديد مع اداره جديده هاديه، واضح انها مش معتمده على تثبيت واسماء ونجوم، هتلعب من خلال التدريب الافضل والاجهز، وان هيحصل تدوير يا رب يبان علشان حاله الارهاق اللي عانينا منها قبل كده ما تكونش موجوده. زائد حاجه انا موافق عليه، حتى لو كنا يعني بعض الانديه هتدفع ثمنها ومنهم الاهلي، ده الاهلي دلوقتي المنتخب الاولمبي 9 لعيبه، 9 لعيبه، والمنتخب الشباب 10 لعيبه. فانت هتدفع، بس ايه، برضو مش هتلعب جدول مضغوط. هتلعب 4 اسابيع في توقف كاس العالم. كل دي حاجات جديدة مزعجة، مش مريحة، ولكنها ليها جانبها الإيجابي اللي عايزين نستفيد احنا منه بقى. انت بتقولي نعمل ايه؟ نعمل كده، وألا نفقد التركيز أي لحظة، وألا ندع هناك فرصة إن التحكيم يتحكم في نتائجي. لازم نتائجي تبقى في إيدي، بعافيتي. أيوه، ونتمنى التحكيم يبقى عادل عشان الدنيا تمشي مظبوط. هو بس انا بقى يحضرني ايه، كان ينبغي عن الموسم يبتدي بالنقطه اللي ما حدش راضي يروح ناحيتها خالص، السلامه الماليه. اللي يدهشك يا استاذ ابراهيم ان بلغ الامر ان قيادات تطلع تقول ما حدش يعرف احنا بنجيب فلوسنا منين. السؤال بينسف المبدأ بتاع انك تلعب رياضه وتعمل وتشارك في بطولات. السلامه الماليه. عايز افتح قوس واقول لك مانشستر سيتي خد جايزه احسن نادي في العالم. اتفضل. يستحقها. آه. ولو ان الارسنال بيأدبه السنه دي. الارسنال عامل، وده اللي انا عايز اقوله. معايير، وده الكلام اللي جمهورنا بقى المره دي، معايير كره القدم
ان الكبار البايرن مش هو المتصدر في المانيا، السيتي مش هو المتصدر، ليفربول مش هو الملاحق ولا الذي ينافس، انما الارسنال. القوة بتتغير، الانديه الايطاليه الميلان والانتر ميلان عاملين نتائج في اوروبا خطيره جدا، الكره مستديره. اذا دعونا نتعامل مع الموسمين الماضيين دول ان دي دروس، لا، واحد معايير كره القدم العالميه، ان ممكن لما تبقى انت مش في احسن حالاتك يحصل فيك حاجه. لكن تعرف انت ليه ما كنتش في احسن حالاتك؟ احنا خلاص قلناها، احنا بنرجع تاني نقول لجمهورنا ان العالم كله انه بيتحمل، بس ايه، البطل يسترد ويرجع فورا، والاهلي بطل باذن الله. الاهلي بطل بقرار كان مهم جدا اشار اليه المهندس عدلي، والناس استغربت وقتها ازاي الاهلي ياخد قرار قبل نهايه الدوري ب 10 12 مباراه يريح الكبار ويلعب بالصغيرين والناس العائدين من الاصابات. القرار وقتها الناس استغربته، دلوقتي الناس بدات تحس بنتيجته. واحد من اللي اتكلموا عن هذا القرار احمد حسام ميدو، نشوف. بعض الفرق استفادت من الراحة بشكل أكبر من الفرق التانية، وأنا في رأيي أن أكتر الفرق اللي استفادت بنهاية وسيناريو الموسم الماضي وموعد بداية الموسم الحالي هو النادي الأهلي. كان بالنسبة للأهلي السيناريو المثالي أن أنت تدي راحة للعيبة بتاعتك، اللعيبة الكبار اللي كلنا اتفقنا أن هم أرهقوا وأنهكوا من ضغط المباريات في السنوات الأخيرة، إدى فرصة للعيبة أو للنادي الأهلي أنه يريح لعيبته بشكل كويس، وأن هم يرجعوا يعملوا بري سيزون مصغر أو فترة إعداد مصغرة. الزمالك وبيراميدز اتزنقوا شوية، الزمالك كان عنده طبعا ماتش الهلال، ماتش السوبر المصري السعودي، لكن ماتش الهلال ده أضر بالزمالك بشكل كبير جدا. أكبر المدرب إن هو يدي اللعيبة اللي اتضغطت بشكل كبير برضو السنة اللي فاتت 9 أيام فقط، بحيث إن النادي الأهلي لعيبته خدوا راحة 25 يوم، فلعيبة الأهلي خدت نفسها بشكل أكبر. بيراميدز اتضغطوا برضو بسبب مشاركتهم في دور ال 64 في طبعا الكونفدراليه، وده خلاهم ان هم يقطعوا اجازاتهم بشكل مختلف. حلو، كنت عايز اعلق من مده عن نيولوك بتاع كابتن احمد حسام والستايل في اللبس. كان في ايام واحنا صغيرين مطرب يوناني اسمه ديميس روسوس، نفس الشاسيه وكان قد كده بس وش الثاني مدور ابيضاني وبدقن كثيفه كده، فهو بيلبس زيه دلوقتي، لايق عليك يا كابتن حسام اللبس، بس احيانا ما بيبقاش لايق عليك الكلام. النهارده لايق عليك الكلام لانه كلام في بموضوعيه، مين مرتاح اكتر ومين يعني القرار بتاع الاهلي، القرار. وده يعني لما كنا بنقول الاهلي مرهق يقولوا لنا هاتوا لنا مرهق بقى، لا اديكم النهارده بتقولوا الزمالك. طيب بكره بقى بدايه الدوري 3 مباريات، أسوان هيلعب مع الاتحاد السكندري الساعة 3، البنك الأهلي هيلعب مع فاركو الساعة 5، والمصري هيلعب مع سيراميكا كليوباترا الساعة 7. المصري كان هدد أنه عايز ينسحب لو مش هيلعب في السويس، استجاب ورجع هيلعب في البرج العرب بكرة الساعة 7 مع سيراميكا كليوباترا. يوم الأربع في 3 مباريات، إنبي مع بيراميدز الساعة 3، الأهلي والإسماعيلي في استاد الجيش في برج العرب الساعة 5، والزمالك مع سموحة الساعة 7 مساء. الأسبوع الأول يختتم يوم الخميس، المقاولين العرب بيلعب مع غزل المحلة الساعة 3، وحرس الحدود مع فيوتشر الساعة 5، والساعة 7 ختام الدور الأول بمباراة الداخلية وطلائع الجيش. 7 مدربين من أبناء الأهلي هم التمثيل الأعلى في مدربين المسابقة. قبل ما نتعرض لظاهرة أن الأهلي أصبح أبناؤه يعني بيقدموا نفسهم أحسن صورة، عايز أتوقف بس عند المشكلة اللي بانة اللي كانت بتتندغ كل سنة، هو الأهلي ما بيلعبش في الإسماعيلية ليه؟ ثبت بالدليل الدامغ وعلى لسان قيادات الإسماعيلي المرة دي، مش نجومه بقى،
اللي قاعد يقول والله العظيم الاهلي كان بيقابلنا كويس، والله الاهلي ما رفض يستضيفنا، والله الاهلي ما كان بيخطف اللعيبه، ده الاهلي كان بيقف مع الاسماعيلي والله والله، وهم يقولوا لا لا الاهلي كان بيعمل كذا. طب الاهلي ما بيلعبش في الاسماعيلي ليه؟ كويس، ان يصل الامر برئيس النادي الاسماعيلي قلت انا مستعد العب الماتشين في القاهره. والاستاذ زين خالد زين اسمه خالد زين نائب رئيس النادي، نائب رئيس النادي الاسماعيلي، قال لك والاهلي ماله؟ ما احنا رحنا للامن والامن. طب يا جماعه هي دي كانت يعني دي كان الشواء مش باينه ليه كرسنا كل الحاجات اللي تعمل فجوه بالاهلي والاسماعيلي لا مبرر لها حقيقه. الاسماعيلي حاولنا يعني نفهمهم ان انتوا نادي كويس واحنا بنحبكم، مفيش مبرر للجفوه دي. فدي عايز اتكلم فيها النهارده. طبعا في ثلاث فرق هم اللي بيلعبوا بره اراضيهم، ومنهم على فكره النادي الاهلي بيتجرجر معاهم. يعني انت في المقابل زي ما مثلا بتلعب مع المصري في برج العرب بتلعب معاه في برج العرب، زي ما بتلعب مع الاسماعيلي في برج العرب بتلعب معاه، اذا كان الملعب ده اللي هيبقى هيكملوا عليه فانت برضو بتدفع فاتوره مالكش ذنب فيها. ولكن عشان كان في كلام والظلم مش ظلم، امال الاسوان اللي له معاقب ولا حاجه ولا عارف يلعب على ملعب طول النار متشحطت يا عيني، بيسافر يروح يضطر ساعات يبات بالاسبوع بره. بس دلوقتي هيلعب في ملعبه، هيلعب ما هو مش ممنوع. بس واقع الامر ان لما يبقى عنده ماتشين المسافات سفر بعيد، المسافات مش ممكن يقدر يلعبهم يروح ويجي. يعني افرض ان هلعب على ارضي بعد ثلاث ايام العب في اسوان، بعد ثلاث ايام هلعب في بره اسوان، ساعات يضطر يلعب ثلاث ماتشات بره اسوان. ودلوقتي النجم الجزائري الاصل الفرنسي ونجم ريال مدريد كريم بنزيما بيتسلم جائزه الكره الذهبيه احسن لاعب في العالم، وبيستلمها من مين؟ من زين الدين زيدان. هي دي اللقطه، الاثنين اصول جزائريه، الاثنين نجوم الكره الفرنسيه. زين الدين زيدان خد هذه الجائزه في 98 زين الدين زيدان خدها في 98، وفرنسا بتعود لمنصه التتويج الذهبيه مع كريم بنزيما، لانه من 98 بعد ما زين الدين زيدان اخذها غابت الجائزه على فرنسا. يمكن قبلها بكام سنه كان بابان كان واخدها قبل منه، ثم زين الدين زيدان، وغابت فرنسا كتير حتى استرد لها ابن العرب بقى كريم بنزيما هذا الشرف. والحقيقه يمكن السنه اللي فاتت كان استحقاها اكثر بجداره، اتظلم السنه اللي فاتت، فهي الدنيا فطست كده مره واحده، فلقى مفيش منافس له السنه دي، مفيش. امبابي طالع بمشاكله، نيمار مش عارف بيمشي على سطر ويسيب سطر، ميسي ورونالدو مع السلامه. امبابي السادس، السادس امبابي، ايوه هو ده صاعد لسه، بعد صلاح على طول. ده السنه الجايه هتشوف من هالاند وليفاندوفسكي، هالاند هيطلع الاول والثاني والثالث اذا كمل كده. اصل برضه ظاهره ما تستمرش. لا لا ده شكله هيستمر وهياكل اللي قدامه. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. وما تخافش على الاهلي، طول ما الاهلي وهو بيخسر عارف اسباب الخساره ايه، ما بيدفنش راسه في الرمال ابدا، شايف اخطائه حتى وان كان هناك اخطاء تحكيميه او تنظيميه او اداريه او لكن بيحط ايده على مواطن الخطا اللي عنده ايه عشان يصلحها. فريق كره اليد اللي سافر للمملكه العربيه السعوديه عشان يبدا غدا مباراته مع المدر السعودي في بدايه بطوله كاس العالم للانديه، سافر وهو مدرك بعض الاخطاء اللي حصلت في الفتره الاخيره. الصوره في الدمام، استعدادات الاهلي ليله مباراه المدر السعودي. معنا على الهاتف المهندس الدكتور محمد سراج، عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه. مساء الخير يا باشمهندس. طب هنحاول معاه تاني. البطوله مهمه، البطوله يا جماعه عشان تبقوا متابعينها عباره عن اربع مجموعات، كل مجموعه فيها ثلاث فرق. الاهلي مجموعته الثانيه فيها الاهلي وبنفيكا البرتغالي ومدر السعودي. الاهلي هيلعب مباراتين، هيلعب بكره الثلاث ان شاء الله مع مدر السعودي، والخميس هيلعب مع بنفيكا.
بيصعد أول كل مجموعة، يعني الأربع فرق أوائل المجموعات الأربعة بيصعدوا للسيمي فاينل، ده بيلعب مع ده وده بيلعب مع ده، والفايزين بيروحوا النهائي مباشرة، والفرقتين التانيين اللي مصعدوش بيلعبوا على بقية ترتيب المراكز للمؤخرة. لكن الاستعدادات بالنسبة للنادي الأهلي، أشرنا لكم في الأول أنه تم توجيه الشكر للمدرب الأجنبي، تم التعاقد مع ديفيد ديفيز المدرب الأسباني، لكنه مش هيلحق بالفريق في البطولة. لو لحق يتفرج على ماتش بنفيكا ولا حاجة هيكون على سبيل المتابعة مش أكتر، لكن القيادة الفنية للكابتن محمد إبراهيم اللي النادي أسند له هذه المهمة مع بقية كل اللعيبة اللي في قمة تركيزها يا باشمهندس. نتمنى طبعا انهم يكونوا في قمة تركيزهم، نتمنى ان دايما نكون بنستفيد من اللي حصل. احنا عايزين نطلع بشكل محترم الذي يليق بالنادي الاهلي في بطولة عالم يعني. ايوه. وديفيز علاقته بالنادي الاهلي ايه؟ في 2007 لعب البطولة اللي اقيمت هنا واستضافها النادي الاهلي يعني ضمن احتفالات المئوية، وقدر النادي الاهلي انه يلعب الفاينل ويحصل على المركز الثاني. ايوه. فهو عارف تاريخ النادي الاهلي في كره اليد. طبعا البطوله حتى لو قلنا انه بيتفرج، لكن مؤكد بيتفرج بس مش قاعد يعني هيبقى محتك. محمد ابراهيم مش غريب عن الفرقه، كابتن النادي الاهلي، خرج موسم ورجع، واعتقد انه شخصيه موزونه. ونتمنى ان يعني انه يقدر يتدارك العيب التقليدي او اللي هو بتاع الدقيقه الاخرانيه دي او الدقائق الاخرانيه والثواني الاخرانيه اللي بيضيع البطولات من النادي الاهلي. طيب الحضور الجماهيري فيها مهم جدا. بالمناسبه اخونا اسامه عمر ورابطه حب الاهلي المصري جمعنا، يعني دي رابطه يا جماعه في غزه منبثقه عن رابطه محبي ومشجعي الاهلي في غزه، الرابطه الكبيره. اسامه عمر رابطه حب الاهلي المصري جمعنا، دي الذكرى الثالثه على اشهار هذه الرابطه. ليها عناصر وكوادر اهلاويه في كل العالم العربي تجمعتهم على الاهلي. النهارده بعت لنا انه تم التواصل مع الرابطه الاهلاويه في السعوديه وتم حل مشكله حصولهم على التذاكر بالقدر اللي ممكن يمكنهم من ان هم يحضروا بكره ان شاء الله. شوف موضوع التذاكر ده مش عايزين ننشغل بيه قوي، لانه الحقيقه في كل بطوله بيشكل هاجس وبيخلينا نخرج بره الملعب. ايوه. امام الوداد في الكويت، النهارده في السعوديه، فليكن يحصل اللي يحصل، حتى في مصر تجد الموضوع التذاكر فيه اشكال قضيه. احنا دلوقتي عندنا ملعب وعندنا هدف لازم نركز فيه. والجماهيرنا احنا عندنا ثقه ان هم هيتصرفوا بس يتصرفوا، مش ضروري يحملوا النادي الاهلي كمان اعباء اداريه زايده في حته التذاكر واللجنه المنظمه وبتاع، لان ده بياخد من تركيز البعثه. وما تقوليش اللعيبه ما بتتاثرش، لا بتتاثر. فنتمنى ان احنا نركز في الاهداف بتاعتنا. احنا بس تلقينا ضربتين قاسمتين، مش قاسمتين دي قائمه يعني الفريق في البطوله. يعني عندنا اللاعب الموهوب قوي مهاب الناشئ الصاعد، واحد من ابرز يعني ظهراء اليمين، كان هو محسن رمضان في الحته دي هيقدروا يقفلوها، اصيب مع المنتخب. فاكر لما قلنا هنا احمد الاحمر اعتذر وريح نفسه عشان يلعب البطوله الافريقيه. ايوه. وقلنا انتوا دلوقتي هتاخدوا اللعيبه بتاعت الاهلي في ماتش ودي ليه وهم طالعين على مهمه؟ ممكن حد يتعور، اتعور اهم لعيب. وكان متعور لك الجناح الايسر قبليها، فطبعا يعني ما كانش توقيته الحقيقه. يا جماعه لازم في الحاجات اللي ما تفرقش الرسمي يجب الودي. الرسمي يجب الودي. انت عايز تلعب البحرين ماتشين وديين، خلاص العبهم وسيب الاهلي في تركيزه ولعبته
يعني ايه اللي استفاده الاهلي من كده؟ ايه اللي استفادته مصر من ان لعيب يروح ويصاب في ماتش ودي على حساب ماتش رسمي وهو لاعب مؤثر جدا؟ فنتمنى الفريق ما يتأثرش، ونتمنى ان محسن رمضان يكون عند حسن الظن لانه لعيب كبير قوي وهو كان جاي على مواعيد كبرى، يعني هو كان المرادف ليحيى الدرع. نرجو ان هو يستعيد، بس كان وزنه زاد شويه السنه اللي فاتت، نتمنى ان يكون وصل لفورمته لانه لعيب مؤثر. طيب اداره المسابقات لكره القدم الاستاذ عامر حسين اعلنوا مباريات او مواعيد مباريات كاس مصر البطوله بتاعت الموسم اللي فات، ما احنا هنفضل كده على طول لضمين الموسم اللي فات. في الموسم اللي جاي كاس مصر اترحلت بعد عند دور الثمانيه، تم تاجيلها المباريات ترحيلها للموسم الحالي، فتحدد يوم 11/12 موعدا لمباراه الاهلي والمقاولين الساعه 6 مساء، تاني يوم على طول 12/12 هيكون الزمالك والمصري، والسيمي فاينل هيكون 26 يناير والفاينل 16 يناير والفاينل 3 فبراير ان شاء الله. دي المواعيد الخاصه، طبعا الفاينل في الاستاد في استاد القاهره، دي المواعيد الخاصه بكاس مصر اللي مترحل من السنه اللي فاتت. خلينا نخلص بقى وننظف في المواسم وعشان نبتدي على زي ما بيقولوا ميه بيضاء بعد كده. طيب في كره اليد بقى الاستاذ او المهندس محمد سراج بيأكد على انه بالتواصل مع اللجنه المنظمه للبطوله تم الحل او تم التوصل الى حلول لمشكله الحضور الجماهيري، واللي اشار اليها المهندس عدلي انه بيتمنى انه المساله ما تاخدش حيز من تركيز البعثه. حضور الجماهير مهم، المسانده والدعم مهمين جدا، ودي مسؤوليه الحقيقه اللجنه المنظمه، انما على اللجان المنظمه للبطولات مراعاه بقى حقوق الجماهير. اذا كنا عايزين في النهايه تلاقي تذكره مناسبه وتلاقي اليه توزيع مناسبه، لانه المصريين المصريين اللي في الغربه بيبقوا زي ما الاستاذ طارق قنديل قال، بيبقوا مشتاقين جدا يشوفوا فريق الاهلي معاهم، فبيبقوا مهتمين جدا ان هم يشتروا تذكره. وفروا لهم فرصه الحصول على تذكره عادله ومناسبه، لانه لا انا اعتقد لا الجانب الكويتي كان محتاج فلوس من الجاليه الاهلاويه، ولا طبعا السعوديه محتاجه فلوس، جماهير الرياضه محتاجه اللي ييسر عليها. معانا من الدمام المهندس محمد سراج عضو مجلس الاداره ورئيس بعثه الاهلي لكره اليد. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور استاذ ابراهيم، ومساء النور ومهندس عدلي، تحياتي ليك. يا باشمهندس يعني انت تروح ترقص بعثه النادي الاهلي لكره اليد وانت دراعك مكسور؟ ده كلام اللي هو باب النجار مخلع يعني. مستنيهم هم اللي طلعوا لي دراعي بقى يعني، مستنيينهم. ما احنا حد يعني لا لا لقطه حلوه فعلا، اصل يجوز كانوا يحتاجوا لك يعني. لا لا حبيبي حبيبي يا باشمهندس، سلامتك اولا وطمنا على الاجواء عندك. والله الدنيا هنا الحمد لله يعني طيبه جدا، يعني البعثه وصلت النهارده الحمد لله، وكان في امبارح وصل الدوليين من المنتخب، اعرف حضرتك كانوا في معسكر في البحرين مع منتخب مصر، المعسكر دولي الاسبوع الدولي يعني، وجم امبارح والنهارده جم اللعيبه في النادي الاهلي في مصر، والحمد لله لسه مخلصين اول تمرين دلوقتي، يعني طالعين من التمرين، التمرين الساعه 9 كان بتوقيتنا هنا في السعوديه، فلسه مخلصين ومتجهين على الاوتيل، يعني الدنيا كلها تمام الحمد لله، اللعيبه مركزه، معنويات مرتفعه، اتكلمنا معاهم ومع الجهاز الفني والاداري، والناس كلها على اتم استعداد ان شاء الله ان هم يبذلوا قصارى جهودهم يعني للنادي الاهلي. بالنسبه لديفيد ديفيز خلاص هو اللي هيبقى المدرب بتاع الفريق، انتهت اجراءات التعاقد معاه ولا لسه؟ لا هو خلاص، طبعا هو خلاص احنا اعلنا رسم التعاقد معاه طبعا قبل البطوله، هو يعني سي في تقيل جدا وراجل يعني اعتقد ان شاء الله هيعمل طفره ونقله كبيره في لعبه كره اليد في النادي الاهلي، محتاجين يعني حد بالشخصيه دي، يعني زي برضه كده ما روبرت عمل في السله، فان شاء الله احنا متوقعين في خير برضه ان هو يعمل نقله ثانيه. فهو طبعا احنا تعاقدنا معاه قبل البطوله على طول، فهو كان يعني تفضيله هو ورغبته ان هو يبدا لعبه البطوله. بس هيكون متواجد ولا مش هيكون متواجد؟ لا لا هو يوصل يوم 19، فلسه هو في اسبانيا يعني
بيعمل ترتيباته وحاله عشان يبدا يعني في مصر، فمش هيلحق طبعا او يجي مصر 19 يعني، عندنا ماتش بكره طبعا زي ما حضرتك عارف فيه، فان شاء الله يبدا بعد البطوله. لكن طبعا كلنا ثقه هنا في كابتن محمد ابراهيم وكابتن احمد سالم، ان هم ان شاء الله بيقودوا الفرقه، مركزين جدا مع اللعيبه وهم يعني على قدر كبير من الكفاءه، وعندنا ثقه فيهم كبيره ان شاء الله في لعبتنا. لو ان شاء الله تعالى كسبنا بنفيكا يبقى في فرصه للتاهل، هل ممكن يلحقكم بعد التاهل ولا الاتفاع على انه محمد ابراهيم مدرب مكمل للاخر؟ لا هو الاتفاق كابتن محمد ابراهيم وكابتن احمد سالم كان بيجي معانا لاخر البطوله باذن الله يعني، وان شاء الله لو ربنا كرمنا باذن الله وكملنا يعني هيبقى ان شاء الله هم اللي هيكملوا قصدي طبعا. لكن احنا طبعا عندنا مباراتين، في المباراه بتاعت مودر السعودي، مودر برضه ما دعم نفسه كويس، لا وفريق برضه عشان عدلي فريق اصلا يعني هم بتوع كره يد وجماهيرهم بتاع كره اليد بيلعب في الصاله بتاعتهم يعني، هم دي المدينه بتاعتهم الدمام، هم فريق مودر وفريق الخليج، هم فريقين هم من مدينه الدمام ودي الصاله بتاعتهم، وهم يعني بتوع كره يد وجماهيرهم بتاع كره اليد، حتى يعني احنا كنا بننسق للحضور الجماهيري بتاعنا الكبير الجاليه بتاعتنا هنا، عشان يعني كان ممكن هم يقفلوا الصاله كلها يعني، هم جماهير كبير هم او جماهير الخليج. الحمد لله يعني يعني احنا برضو مستعدين للقاء ده جامد، واللعيبه مركزه ومفيش اي اهوان اي قسم يعني، وربنا ناخدها خطوه خطوه يعني ان شاء الله، يا ربنا يكرمنا بس بكره في الماتش بتاع مدار، وبعد كده ان شاء الله نفكر في البيت يعني. الساعه كام مباراه بكره يا باشمهندس؟ هي الساعة تبقى 7 الا ربع بتوقيت مصر ان شاء الله. 7 الا ربع اول ماتش مودر ولا بنفيكا؟ بكرة مودر. لا مودر هو بكرة مودر والخميس بنفيكا. مودر ده مهم جدا ان احنا نتجاوزه. طبعا هو مهم، وهم هيلعبوا بعد الاربع يعني، هو بنفيكا ومودر هيلعبوا بعد الاربع. احنا نريح الاربع ونلعب. انت عندك يوم راحة. بالظبط. موضوع التذاكر والجماهير في اقبال كويس منهم؟ في اقبال كبير جدا صراحه، انا برضو حابب ان انا يعني خلال البرنامج ومن خلال حضراتكم انا اشكر الجاليه المصريه هنا والربط جماهير النادي الاهلي في السعوديه، بصراحه ناس كنا في الاحترام والانتماء القوي جدا للنادي الاهلي من اول لحظه يعني، ساعه ما اعلن البطوله هتبقى هناك وكذلك فيها، وهم بيستعدوا من وقتها ومن مصر الحمد لله في تواصل بيني وبينهم دائم، عددهم كبير في البدايه كان مخصص لنا 500 تذكره للماتش بتاع مدر، كان 500 تذكره فقط، والحمد لله نجحنا مع اللجنه المنظمه ان احنا نزودهم ل 1000، والحمد لله وصلوا دلوقتي 1500 كمان، كل ده من الشغف الجماهيري اللي موجود هنا يعني، عدد برضه 1500 ده عدد كبير يعني. الصاله ساعتها قد ايه يا باشمهندس؟ نعم يعني 1500 تذكره من مجمل قد ايه في التذاكر؟ من مجمل حوالي 4 يعني. لا يبقى مش وحش. حوالي 4000. مش وحش. حوالي 4000. يعني انت بتلعب برضه مع الفريق اللي هو ده الصاله بتاعته. يعني برضه هي الحمد لله احنا نجحنا نعمل كده يعني، احنا لو بنلعب في ارضنا مثلا في عبد الله الفيصل و لا لازم يبقى لك افضليه. الصاله دي مش سهله. الكابتن خطيب بيعمل عمره، جالكوا ولا لسه ما جاش؟ لا لسه، بس هو ان شاء الله باذن الله يحضر المباراه بكره ان شاء الله يعني، بيجي بسلامه ان شاء الله ان شاء الله. وتردد برضو الدكتور حسن مصطفى داعي الكابتن حسن حمدي، هل وصلوا عندك ولا لسه؟ كابتن حسن حمدي موجود فعلا، هو بس مقيم في فندق اخر يعني مش في فندق العجيب. هو جه النهارده، وصل النهارده الظهر. يعني طبعا احنا سعداء جدا بوجوده هنا يعني طبعا، مع مستوى الشخصي كابتن حسن ده يعني والدي الروحي يعني، فانا الراجل يعني كلنا بنحترمه وبنحبه، وهبقى سعيد جدا ان انا التقي بيه بكره ان شاء الله يعني، المجموعه كلها يعني كابتن خطيب كابتن حسن حمدي كابتن حسن مصطفى، المجموعه كلها يعني شريفه للنادي الاهلي وجود كبيره، وان شاء الله يبدو دفعه كمان يا استاذ ابراهيم معنويه كبيره للاعبين يعني. طبعا وجود مهم، وانا برضو اتكلمت معاهم النهارده بعد التمرين الحقيقه يعني، بعد ما خلصنا التمرين اتكلمت معاهم يعني فيما سبق وفيما هو قادم يعني، ان احنا فيما سبق احنا لازم نكون معترفين ان عندنا قصور وعندنا اخطاء،
سامحك بدأت كلامك كده. ايوه مقدمة جميلة دي طبعا دي حقيقة لازم نعترف بده عشان نعرف نحدد محترم اعترفناش بده وكناش نجيب مدرب عالمي بالظبط واخد احسن مدرب في العالم سنة 2020 يعني ده واخد افضل مدرب في العالم ديفيس سنة 2020 اكيد برضو كل احتياجاته اللي هو هيطلبها هيتم توفيرها ليه طبعا هو اللي يحدد اللي احنا بنشوفه في النادي الاهلي في اي لعبه رياضيه في الثانيه اللي بيحدد مدير فني السابق الاسباني احنا يعني وفرنا له كل مطالبه معسكر دولي على اعلى مستوى عمل لعيبه وطلاب وحاجات فاحنا بنلبي دايما احتياجات المدير الفني يعني مش بنتدخل في الاختيارات الفنيه ابدا وحضراتكم عارفين ده طبعا كويس يعني رموز كبيره النادي الاهلي عارفين ان احنا مجلس اداره مش بنتدخل في الاختيارات الفنيه لكن كل مدير فني بنلبي له احتياجاته فده اللي احنا هنعمله مع مدير فني جديد واللعيبه احنا عندنا لعيبه ده اللي انا كلمت معاهم فيه ان هم لعيبه كلهم لعيبه بروميسنج لعيبه موهوبه لعيبه شباب صغيرين عندهم موهبه كبيره جدا ويقدروا يحققوا كتير من النادي الاهلي محتاجين بعض التعامل النفسي جيد بعض الثقه مهمه دي مهمه دي لان خساره الثواني الاخيره المتكرره هي حاجه نفسيه بالظبط بالظبط يا باشمهندس عادل وده اللي انا اتكلمت معاهم فيه النهارده وركزت معاهم على النقطه دي بالذات لان احنا كلنا نفسنا وهم نفسهم يعني مش بيكبروا فيها يعني اللعيبه متقبله الكلام وعارفه ان هي عايزه تصالح جمهورها يعني اللعيبه عايزين يصالحوا الكابتن ياسر لبيب موجود معاكم؟ يا فندم معانا طبعا ما هو راجل عنده خبرات برضه يعني يقدر يعني ثاني طبعا راجل شخصيه محترمه وشخصيه يعني يعني اللعيبه بتحترمها ومنظم ويعني احنا يعني في مجموعه محترمه موجوده سواء من الاداريين او من اللعيبه لكن هي فعلا يعني في بعض الحفوات اللي حصلت في السنين اللي فاتت وده اللي انا اتكلمت معاهم فيه هو يا جماعه يعني نحاول بالبطوله دي ان شاء الله ان احنا نسامح او يعني نخلي جمهورنا يغفر بقى اللي فات ان احنا نصالح جمهورنا بالبطوله دي يعني بادائنا فيها برجولتنا فيها بكل يعني ما وصينا من قوه نأدي في البطوله دي عشان نصالح على السنين اللي فاتت من اخفاقات في بطولات كتير وهم مش مكافئين في ده ومعترفين بده وان شاء الله باذن الله يعني يدوا اقصى ما عندهم ان هم يصالحوا جمهورهم بكره ان شاء الله سواء الجاليه يا رب يا رب أو الدوليين جولكم من البحرين حالتهم كويسه الحمد لله ما فيش اصابات ولا حاجه هو كان في طبعا اصابه واحده مهاب هو الوحيد يعني كان في اصابه للاسف يعني لكن بقيه اللعيبه كلها على تم استعداد وهجوم ومندمجين مع بقيه الفرقه لكن هناك طبعا اصابه مهاب ودي برضه يعني مسلسل فكرت يبقى ناشد فيها بصراحه الاتحاد القياده المصري يعني ان هو احنا من خلال النشاط الرياضي في النادي تم محاولات كبيره معاهم مناشدات وخطابات رسميه انه يتم اعفاء اللعيبه يعني في معسكر دولي بقى يعني مع احترامي ومعسكر ودي في النهايه يعني انت مقبل على بطوله عالم كان عندك قبليها بطوله تركيا لكن كان في اصرار يعني رهيب من الاتحاد ان اللعيبه لازم تحضر المعسكر وانت منتظر اتحاد كره اليد يعني ما تعولش قوي كتير عليه يا باشمهندس يعني في لعيبه في اللعيبه حتى المحترفين في اوروبا ما حضرتش يعني واحنا يعني سلكنا كل الطرق الشرعيه زي ما النادي الاهلي بيحترم دايما الثبات الوطنيه وبيحترم اللوائح وبيحترم القوانين احنا عارفين ان دي هو دولي ومستلزمين بيه وبعتنا طبعا بعتنا خطابات للاتحاد المصري انه وقع في اللعيبه يعني اللعيبه محتاجه حتى راحه ذهنيه كانت للتفوز بتركيا وبعدها بطوله عالم فما كانش في داعي ليها بس الحمد لله في النهايه هم معانا دلوقتي ومتواجدين كلهم بقوه وعلى تم استعداد ربنا يوفقك كل التوفيق ان شاء الله يا باشمهندس ربنا يخليك تحياتنا للبعثه كلها واذا في فرصه للكابتن حسن وحسن طبعا طبعا اكيد اول ما اشوفكم حاضر شكرا جزيلا للمهندس محمد سراج عضو مجلس اداره الاهلي ورئيس بعثه كره اليد في السعوديه وكل التوفيق للفريق بكره ان شاء الله الساعه 7:15 اولى مبارياته في كاس العالم للانديه أمام مدر السعودي هنطلع الفاصل وبعد الفاصل نتواصل أهلا بحضراتكم من جديد كريم بنزيما الأول ويستحق الكرة الذهبية عن جدارة واستحقاق ساديو ماني كمان اللاعب المحترم المتألق مع الباير يستحق المركز الثاني وكمان خد جائزة الكرة أو جائزة الأعمال الخيرية جائزة سقراط
دي بروين الثالث وليفان ديفوسك الرابع والخامس محمد صلاح. ماني نسعى على طول بيهمها ماني وصلاح على اساس انهم كانوا مع بعض وفي افريقيا. ايه اللي راجع كافه ماني؟ نتائجه مع السنغال ده في المرتين وداهم كاس العالم وجاب لهم كاس الامم وكان مؤثر. الفرق لو كان العكس صحيح كنت هتلاقي صلاح هو اللي في الثاني والثاني في الخامس. لكن فخر الافريقيا افريقيا بقى انها عندها اثنين في الخمسه ولها تواجد مستمر في افضل لعيبه على مستوى العالم. افريقيا منجم المواهب على مستوى العالم دلوقتي. طيب عشان كده كان التاهل في افريقيا مهم، علشان كده كان هناك كلام كثير بعضمة لسانه مكاسب التأهل والتأمل. الحقيقة اللي يتأمل الدور اللي فات دور الـ 32 في دوري أبطال أفريقيا يجد الأهلي صاحب أصعب مواجهة حصلت للفرق الكبيرة، يعني على الأقل الفرق المصرية هنلاقي الزمالك واجه بطل بروندي، هنلاقي حتى في الكونفدرالية بيراميدز بيلعب مع هلال الساحل السوداني فريق جديد، وهنلاقي فيوتشر ايضا بيلعب مع فريق ايضا اقل بكتير. الاهلي الوحيد اللي قابل وصيف الدوري التونسي، ومش مجرد وصيف، تونس دوله كبيره في كره القدم، دوله متاهله لكاس العالم، فريقها الترجي باستمرار احد فرق التصنيف الاول، فالوصيف بتاعه اتحاد المنستير تفوق على كل الكبار في تونس الموسم اللي فات. فعشان كده كانت المواجهه معاه مش سهله ابدا، محفوفه بالمخاطر بالظبط. ان الاهلي يكسب هناك 1-0 ويكسب هنا 3-0 ده كان مؤشر ايجابي جدا على المسار الصحيح اللي فرقه الاهلي فيه. واحد من العناصر المهمه في المكون الاهلاوي اللي احنا بنتطلع له في الموسم الجديد جمهور الاهلي. الجمهور لأنه تم السماح بزيادة عدد الجماهير في المباراة، فوصل العدد في المدرجات ما شاء الله إلى يمكن ناس كتير قالت 7-8 آلاف، ممكن العدد يكون كده 10 لأنه سمح ب10 واتباعوا كلهم. العدد والحضور في المدرج رائع جدا، كان هتافهم كمان رائع جدا كوقود للعيبة. نشوفه. طيب الاستاذ ابراهيم كان حريص جدا يجيب لنا اللقطه دي ويسيبها على راحتها عشان نشوف الهتافات القديمه والمستحدثه والجديده، وعشان نقول للجمهورنا العظيم
هي دي الصورة الجميلة التي نرجو أن تلتزموا جميعا بها. مفيش إساءات، مفيش شفط، مفيش شماريخ، مفيش. خلينا يا جماعة عند حسن الظن، لأن عودة الجماهير في إيدكم، صدقوني في إيدكم عودة الجماهير وزيادتها في إيدكم. وعارفين يعني إيه زيادة جماهير الأهلي، إن الأمور ترجع طبيعية. من فضلكم هذا الالتزام، احنا جايين نتفرج على كورة، يبقى كورة فقط دون إساءة لأحد مهما كان الاستفزاز. الالتزام كله بمكانه. كمان في حاجة أستاذ إبراهيم عجبتني جدا، معظم اللي داخلين بالآي دي. فخلاص بقى النظام استقر، وكل واحد يعني معرف نفسه ورايح والناس عارفاه. ايوه، عايزين التجربة كل السلبيات القديمة وما نكررش ولا واحدة منها، ونحتفظ بالإيجابيات. وبإذن الله نأمل في زيادة عدد الجماهير طول ما هي ملتزمة، وإلى تقدم. طيب، بالتأهل ده لما نتأمل التصنيف، المستوى الأولاني الأهلي على قمة المستوى الأول، وعشان الناس تبقى عارفة هو أنت على قمة المستوى الأول ليه؟ وليه الزمالك في المستوى الثاني؟ وليه بقية الفرق يعني الأهلي والترجي والوداد والرجاء؟ دول الأربع فرق بتوع المستوى الأول. يعني إيه مستوى أول؟ يعني في شهر 11 إن شاء الله الاتحاد الأفريقي هيعمل القرعة، قرعة دوري المجموعات. هيحط الأربعة الكبار دول، هيحط الأربعة الكبار دول على رؤوس المجموعات. فالمستوى الأول الأهلي عنده 78 نقطة، والوداد عنده 71، والترجي عنده 58، والرجاء عنده 54. دول الأربعة. يعني إذا كان الأهلي عنده 78 نقطة في قمة المستوى الأول، الزمالك عنده 43 نقطة في المستوى الثاني، صن داونز عنده 46، والزمالك 43، وحوريا 31، وبترو أتلتيكو الأنجولي 31. دول المستوى الثاني. يعني أنت هتحط رؤوس المجموعات وترمي عليهم بالقرعة واحدة من كل مستوى. فوارد جدا الأهلي يجي معاه الزمالك، وارد جدا يجي معاه صن داونز أو حوريا كوناكري الغيني أو بترو أتلتيكو الأنجولي. في التصنيف الثالث سيمبا وبلوزداد وشبيبة القبائل والهلال السوداني. وفي المستوى الرابع فيتا كلاب والمريخ والقطن الكاميروني وفيبرس الأوغندي. طيب، علشان نقول للناس هو التصنيف ده اتعمل على أي أساس؟ ليه الأهلي عنده 78 نقطة؟ عشان تبقوا حافظينها كده. ده حاصل نتائج الفريق في آخر خمس سنين. الاتحاد الأفريقي بيعمل إيه؟ في الخمس سنين الأخيرة البطل في دوري الأبطال ياخد 6 نقط، الوصيف بياخد 5، اللي خرجوا من السيمي فاينل بياخد 4، اللي كان في المجموعة وطلع الثالث بياخد 3، أو طلع الثاني بياخد 3، طلع الثالث بياخد نقطتين، طلع رابع المجموعة وما صعدش بياخد نقطة. يبقى أنت متدرج من 6 نقط لغاية نقطة حسب نتائجك من التتويج بالبطولة لاحتلال المركز الرابع في المجموعة. طب تعمل إيه بعد كده؟ النقط اللي انت خدتها السنة دي تضربها في 5. يعني لو الأهلي يعني الوداد مثلا آخر بطولة خدها 6، يبقى 6 في 5 ب 30 نقطة. الأهلي طلع الثاني يبقى عنده 5 نقط، يضربهم في 5 يبقى ب 25. نتائجك بتاعت السنة اللي فاتت تضرب في 4، اللي قبلها تضرب في 3، اللي قبلها تضرب في 2، اللي قبلها تضرب في 1. دول الخمس سنين. يبقى انت حاصل جمعك في الخمس سنين وفقا للترتيب بتاعك، بناء عليه الاهلي وصل ان يبقى على قمه المستوى الاول ب 78 نقطه. المساله عادله جدا وواضحه جدا. معظم الناس اللي بتتكلم لا حد بيكلف نفسه يعرف ايه الحقيقه، ولا حد بيسال، لكن يطلع يتهم زي المعايير اللي اتقالت في نهايه القرن اللي فات. ده اللي انا عايزه، ده اللي لسه شغاله لغايه دلوقتي. استاذ ابراهيم، اه، لا يوجد معيار للجدارة إلا النقاط. الأول على الثانوية العامة اللي بيجيب أكبر مجموع، مش اللي بيجيب اللي ينجح في مادة واحدة. لا، اللي بينجح في مثلا يقول لك الأول في خمس مواد، ها،
بس انا طالع الثالث على الجمهوريه. ايوه لان مجموعك في التوتال الثالث. مفيش معيار في العالم كله غير نقاط. انت بعد تفصل نفسك حاجه فصلها وعيش مع نفسك. طيب للتامل في جداره هذا التاهل هنشوف بعض اراء الساده الخبراء ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. طيب في رؤيه خبراء التحليل لهذا التاهل المستحق اللي جاي برضه على حساب منافس كبير. نشوف كبير خبراء المحللين الكابتن طه اسماعيل. النادي الاهلي الحقيقه لعب النهارده مباراه ضد فريق مختلف تماما عن فريق لعب المباراه السابقه، ولعب بشراسه وبقوه كبيره جدا عشان يحقق هدف ويحقق نتيجه كويسه. والنادي الاهلي لعب بإيجابية بالذات على المرمى، ودي نقطة مهمة جدا ودي الأهم في كرة القدم. ممكن تستحوذ، لكن أيضا لازم يكون لك استحواذ مثمر داخل منطقة الجزاء وخلق فرص صحيحة وتقدر تسجل منها. النادي الأهلي مميزاته الجيدة النهاردة إن هو لعب بشراسة أكتر من المرة اللي فاتت، لأن في قدامه فريق منافس أكتر بالذات في كرات الفريق الثاني، برضو النادي الاهلي ياخد موعظه منها. فاللي انا عايز اقوله ان المباراه ديت كانت مباراه تنافسيه اكثر من المباراه اللي فاتت، والنادي الاهلي ادى فيها بشكل كويس على اعتبار ان هو بيلعب مع منافس قوي. وانا قلت من الاول ان فريق المنستيري مش بس ان هو عشان يعني فريق يعني اول مره يلعب في هذه البطوله، لكن ايضا هو بيلعب بروح تونس وكبرياء تونس، ودي كانت في صالح النادي الاهلي ان هو يجرب نفسه ازاي بيلعب مع فريق شرس وفريق عنده قدرات هجوميه كبيره وفريق بيضغط من قدام. انما هي خطوه جميله جدا بالنسبه للنادي الاهلي ومباراه جيده جدا. انا اعتقد انه كولر سعيد بهذه التجربه الثانيه. المباراه الثانيه اكثر شراسه من المباراه الاولى نتيجه القوه التي لعب بها والايجابيه التي لعب بها الفريق التونسي بيضغط من قدام. الذي واجه الأهلي بقوة وبشراسة حسب تعبير الدكتور طه، وأيضا لأنه فريق مش بس كويس ده بيلعب بكبرياء الكرة التونسية. تحليل وتلخيص جيد جدا بيوري لك أنك كنت بتلعب أمام فريق مباراة كرة قدم حقيقية. طيب ده رأي الدكتور طه. الأهلي مع كولر شكله إيه؟ نشوف الكابتن محمد فضل. فوز مهم جدا للنادي الاهلي، تغييرات مهمه جدا، اللعيبه كلها دخلت، بقى عندك 15 او 16 لعيب تختار منهم عشان توصل للتشكيل المثالي في بدايه الدوري او حتى بعد كده مباراه السوبر، ودي بطوله صح. لكن الاهلي مع كولر شكله حلو، في نظام، تحس ان في نظام، في لعيبه نازله كلها دلوقتي. انت ما شفت حسين الشحات غير، هو نازل عاوز. قفشه غير قفشه، الاول كان بيقعد يتحرك كتير جدا فبيقفل على جبهات، قفشه النهارده بيتحرك في الحته اللي تحت الفراوده، فما بيجي يستلم بيبقى افكتيف. عمل واحده لشادي حلوه جدا، شادي حطها حلو جدا، لكن حارس المرمى الطبيعي ان حارس المرمى يتحرك مع كوره، هو حارس المرمى عشان حركته بطيئه فوقف الكوره في المكان اللي سهل عليه ان هو يطلعها. فانا شايف ان النهارده لا، مباراه فيها جوانب ايجابيه كتير جدا للنادي الاهلي. دلوقتي هو طبعا بيشيد بفكر كولر والمستوى الذي قدمه، وقال فيه ايجابيات كتير، وبيقول يا ريت شادي كان سجل النهارده. انا عايز اتكلم على الجون بتاع شادي اللي راح في الزحمه. انا اتفرجت على الجون ما فيهوش ريحه القصايد، ما فيهوش ريحه القصايد، ولا حد طلع قال ان الجون ده سليم، وازاي عيني الولد ده في اول فرصه له يحرم من انه يحط بصمته. جون سليم 100%. ده مش بس ان هو يحرم، ده حسين الشحات عنده فرصه ان هو اللي يجيب، هو عايز يساعده انه يبدا بقى. ايوه، فبص الايثار بتاع حسين الشحات، الاثنين لعبوه كويس جدا. وهو ما كانش اوفسايد حسين الشحات خالص. وطبعا هو لعبها لورا، فمن ثم شادي مش اوفسايد، وعدت على الناس وعدت على التحكيم وعدت على المحللين على اعتبار الاهلي كسب. لا، عايزين الاهلي ياخد حقه ولعبته تاخد حقها. شادي له جون ملغي. طيب سافيو او برونو سافيو البرازيلي العين عليه،
كل لمسة الناس تتكلم، والتقييم دائم ليه باستمرار. الكابتن ضياء سيد رأيه فيه ايه؟ بيفكرني بيك انت كده في الحته بتاعت نص الملعب، مش على الاطراف، لسه ما شفناهوش على الاطراف. عنده حلول، عنده حلول بيحللك في جزء الدنيا مقفوله، فاللي عنده حلول ده بينقل التيم من مكان لمكان. وفي كره القدم اللي بينقلك من مكان لمكان وتكسب ارض وتكسب لعيب تجيب جول، هو دي عن سافيو. فسافيو لعيب مهم جدا، توظيفه سهل. الحلول اللي عنده في الجزء الامامي، ودي حاجه مهمه جدا، لانه اللي بيقدر يدي حلول على المستوى الفردي وبيعملها على المستوى الجماعي. فان شاء الله ربنا يحفظه، لان انا شايف الشغل عليه دلوقتي كتير. مش فاهم ليه الشغل على لعيبه الاهلي، الشغل على لعيبه ده هيتوقف، ده مش هيدفع، ده هيعمل. خفوا شويه يا جماعه، خفوا شويه يا جماعه، لكن لعيب عنده حلول، لعيب عنده مهارات. وانا اهم حاجه سيبك من الناس الثانيه، جمهورنا بقى واعلامنا. ايوه، والنبي اعملوا معروف ما تستعجلوش. مش ضروري بقى كمان الترصد. انتم منتظرين اجيب لعيب ينفجر؟ مفيش انفجارات في كره القدم. ما بيرسي تاو اول ما جه انفجر ولم ينجو من اللوم والعتاب. أيوة. لما يهدى هي كده. محمد صلاح ابتدى الموسم مش كويس، انفجر اخر اسبوعين. ايوه، اللعيب المهم كويس ولا مش كويس، عنده حلول ولا ما عندوش حلول، عنده مهاره ولا لا، ملتزم وعايز يعمل حاجه ولا لا، هو امتى هينطق امتى هينفجر؟ نستنى شويه، نستنى شويه. طيب محمد ابو العلا نجم الزمالك واحد المحللين، رايه بقى في اداء الاهلي، لانه مهم جدا نسمع راي اخر كابتن محمد ابو العلا عن مارسيل كولر وتشكيل الاهلي. نشوف الراجل. على فكره انا عجبني في حاجه، ان شادي حسين هو اطمن عليه مثلا الماتش اللي فات، لا هو عايز يدخل كمان محمد شريف، فمن النهارده بادئ محمد شريف. حمدي فتحي ما يبعدوش قوي، اطمن على السوليه الماتش اللي فات، والنهارده عمل تغييرات عجبني، ان هو محضر هيعمل ايه بالسيناريوهات. فالنهارده في الدقيقه 71 بيعمل ثلاث تغييرات مع بعض، اللي هو مين؟ اللي هو شادي حسين ومجدي قفشه وحسين الشحات مكان ثلاثه قدام منسجمين، اللي هو برونو سافيو وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف. فاداك انت الجزء من الماتشات، فانت كده بتدي جرعات متساويه، بتحافظ على الانسجام، بتخلي ثلاثه يدخلوا مع بعض، لعبوا مثلا مع بعض قبل كده كان في التغييرات. فعجبني فكره التركيب بتاع التوقيت، وان هو عايز يعيش كله. هل من وجهه نظرك هو عايز يعيش ولا بيدور على التشكيله الاساسيه؟ ما هو ده من حقه يفضل يدور على التشكيله الاساسيه، لكن هو دلوقتي بيجهز مثلا 18 او 20 لعيب يقدر يغمض عينه ويشد اي واحد منهم كده يلعب يبقى شغال. لكن هو حاليا خلاص عارف تشكيل اساسي مش هيخرج عن الماتشين اللي فاتوا دول، تشكيل الاهلي بالرسمه دي. خاصه هو اي مدرب في مكانه مش هيكسر حظ فرقته، جاب اهداف وسكور، والفرقه ابتدت مستوى يعلى من الماتش للتاني. يعني تهديفين هدف واحد النهارده، تهديفين ثلاث اهداف، والشكل الجماعي اختلف، والحضور على المرمى بقى اكتر، واستغلال الكرات الثابته. فما فيش مدرب هيكسر الحظ بتاعه ابدا، بس هيعمل ايه؟ هيبقى طماع وسرحان. السرحان في ان ما اكتفاش بقى وخلاص وحط رجل على رجل، لا ابتدى يشغل اللي على الدكه علشان يحطه. الكابتن ابو العلا لامس نقطه كويسه، انه كولر مش همه تثبيت التشكيل، لانه عايز يجهز ما لا يقل عن 20 لاعب. وانا بقول لك هو عايز يجهز كل الناس، وعايز يعتبر ان ال 30 لاعب اساسيين ودكه هم واحد، كتله واحده. ودي بتساعده في التدوير، اللي يبان من فلسفته من اول يوم. يعني كولر مش عايزين برضه نتسرع، لكن هو راجل هادئ، راجل عارف بيعمل ايه، وانت عارف عايز تطلع فاصل امتى. يبقى الدعم مهم جدا لجمهور الاهلي للفتره اللي جايه المهمه. وكل سنه وحضراتكم بخير مع بدايه هذا الموسم الكروي الجديد، اللي بنتمنى ان شاء الله تعالى في ختامه كل التوفيق للاهلي. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الأهلي بطلا شامخا، وعلى خير، نلتقي في العاشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.